مرحبا، يعطيكم العافية. جميل جدا أن نحول أي تشاؤم إلى تفاؤل. جميل جدا أنه نعترف بأخطائنا ونحاول أنه نواجهها في حياتنا، لكن لازم نكون واضحين في هذه الأخطاء. كل إنسان عنده نواقص، قد تكون هذه النواقص بسبب ذاتي منه، يعني هو بسبب هذه المشاكل، قد تكون لا إرادية. يعني في وحدة كندية، احنا جايين من سيدني لتورونو في الطريق، وقفنا في فانكوفر. هاي اطول رحلة يمكن انا طرتها في حياتي، حوالي 20 ساعة متواصلة. بس نزلنا في فانكوفر، وقفنا نزل بعض الركاب وعبينا عبة الطيارة بنزين. هاي المرة اول ما طلعت كان معها طفلين قاعدين قدامنا بالضبط، اعطتني هذا الباكيت من السويتس والكانديز. استغربت انا، لكن لما قرأت الرسالة اللي موجودة عليه وحطيت لكم إياها بصورة جنب الرابط هون، كانت الرسالة رائعة جدا، يعني غيرت أي تفكير ممكن الواحد يفكر. عادة الأطفال الصغار، معها الطفلين الصغار هدول عمرهم 6 أشهر، توأم بنتين، عادة الأطفال الصغار بعدوا عيطوا بالطيارة وعيطهم مش طبيعي يعني، وبنكدوا على الركاب. بس هاي كانت الشغلة حلوة. فشو كاتبهم؟ هلو، اسمنا، طبعا رح اترجمها، انا احط الانجليزي. اسمنا انيا وميلاني، احنا توين سيسترز، عمرنا 6 أشهر، وهي اول مره بنطلع فيها على الطياره. احنا رايحين على مدينه فانكوفر عشان نشوف جدتنا. رح نحاول انه نكون مؤدبين في الطياره، واحنا نعتذر مسبقا، طبعا بتحكي باسم البنتين الصغار، نعتذر مسبقا في حال لا سمح الله فقدنا اعصابنا وكنا خايفين وعيطنا يعني. فهذه شويه الكانديز الكو او التريتس الكو، وان شاء الله نتمنى لكم رحله سعيده. طبعا يعني يمكن ما حد يروح كومبلينت وإلها، بس حتى الآن بعد هذه لو الأطفال عيطوا فعلا أنا اكتشفت أنهم نورمال. يعني ليش إحنا دائما كومبلين من شغلات كثيرة، وهذا إشي طبيعي يعني خارج عن إرادة الأطفال. لكن هذه الورقة أو الباكيت هذا يمكن أعطته لحوالي 4 أو 5 اللي هم كنا قاعدين حواليها، فعلا غيرت كثير من تفكيرنا للأطفال، وصرنا نلعب معهم. بالعكس we had fun time معهم. ممكن احنا ممكن احنا نغير كتير في ما ينظروا الناس الينا. يمكن انك مثلا تتواصل مع الناس تقول لهم انا في عندي مشكلة، اذا بتقدروا تساعدوني او طريقة انكم تحاولوا انكم، بس ما تخبي، ما تخاف، احكي. لانه مشاكل النفسية اللي بتصير مع الانسان، انا مش عم نحكي على الاطفال، عادة بتكون من الكلوزنج اب، التسكير. thumbs up يا إم آنيا وملينا، ومشكورة كتير، لن أنسى هذا المسج في حياتي. سلام. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت.